ادخل. خش. تمام يا فندم. سيدة البرعي. سيبينا. خشي. ازيك؟ ارتحتي لما انتي وبنتك جبتوني هنا؟ احنا اللي جبناكي ولا عمايلك السودة؟ بص يا نور، انا هخرج من هنا يعني هخرج من هنا. اوعي تفتكري ان انا كنت بشتغل برا لوحدي. بص يا سعاد، في حالة واحدة بس ممكن تخرجي من هنا، اما تتحولي بورص. ناوية تهربي يا حلوة؟ لو جت علينا طربق السجن ده على اللي فيه عشان أخرج هعمل كده. عليا النعمة، انت وليا هجاصة وبطنك فاضية. ما تستغلي وجودك هنا في السجن، تعلمي لك شغلانة. احنا ناقصنا مكواجي. تعرفي تبخي؟ ولا أقولك ارجعي لربنا يمكن يتوب عليكي ويغفرلك. انت عايزة ايه مني؟ لا، اتكلمي بأدب لحسن ورحمة أمي. بلاش، انت برضو مسجونة عندي. صح، حاضر يا باشا. اهو كده جيبي واطية. من 25 سنة كده ليه حطيتي له مخدرات في عربيتي؟ وليه لفقتي قضية لجوزي مالوش ذنب فيها؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ جوزك ايه وقضية ايه وعربية ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ لا، استعباط، ما بحبش الاستعباط. الله، ما فيش أي حاجة من اللي بتقوليها دي حصلت. أمال مين اللي حطيلي المخدرات في عربيتي؟ وأنا مش عرفني أنا. أنت ليه مش عايزة تقولي الحقيقة؟ حقيقة إيه؟ لا إله إلا الله. بص يا حبيبتي، أنا ياما عملت جرايم، آه معترفة، لكن جوزك ومخدرات وعربية حد الله، ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. ولا اكدب يعني؟ هنا ماشي. بعد ما المطه دي الولد يا بيبي. ايوه تعالي يا عزيزه. ايوه اقعدي. عارفه مين اللي هتأنس عندكم دلوقتي؟ مين؟ سعاد دياب. ايه؟ مين دي؟ سيده. عارفين مين سيده دي يا نسوان؟ مين دي؟ كبيره الاجرام في الشرق الاوسط. هي لسه عند الست الماموره وجايه لكم على طول. انا جيت بس اقول لكم عشان تعملوا حساب. تنور. ده انا بيني وبينها طار لازم يتصفى. ودي هنعمل لها ايه دي بقى؟ هنعمل معاها احلى واجب. احنا لازم نعمل لها حفله. واي حفله؟ سيبوها لي. يا عمي يا عمي، والله العظيم بريء. يا عمي يا حماتي، والله العظيم بريء. يا عمي تعالى الحقني بقى، ايه السجن اللي انا فيه ده؟ والله العظيم بريء بقول لك. ينفع كده؟ معلش يا عمرو يا ابني، انا عملت اللي عليا. لكن ايه يا عم؟ عداله يا ابني مصره انها تتطلق. يا نهار اسود، طلاق؟ طبعا الطلاق. خاينها وشايفاك بعينيها، تطلب ايه؟ اتنين ليمون؟ ده بدل ما تقولي لها حاجه تهديها. اقول لها ايه؟ تعالي سامحي جوزك، بوسي رجله، مالكيش غير بيتك. ايه يعني جوزك يعرف واحده وبيدلع نفسه معاها؟ في البجاحه ليها ناسها. يا حماتي حرام عليكي بقى. حرمه عيشتك، جايبه لك حلاوه اهي، خد سقسق. انا مقطع لك العيش، سقسق وكل. يا كل اللي بشوفك. هات لي شعرك يلا اللي بتتبهى بيه. شعري؟ هقص لك شعرك. هاته يا عم. رد عليها بقى. يرد يقول ايه؟ طب تعالي يا نور، تعالي بعد اذنك، اتفضلي. انا بنت اللي زي القمر؟ تعالي بقى. بيخونها؟
انت سايبني كده وماشي معايا عادي؟ طيب بس مسكت عشان خاطرك. الله ينور. طلقت البت؟ مبسوط انت كده؟ اتبسط ازاي؟ في ام هتفرح ان بنتها تتطلق بس مش هسيبها تعيش مع واحد خاينها. اوه انا سكت عشانك. نام يلا نام يلا، نوبه نوم دلوقتي، اطفي النور. يا عم والله بقى انا كده هطلقها. مش لما تاخد افراج الاول؟ ايه العيله دي؟ ايه يا سي عمري الهباب اللي انت عملته ده؟ انا عارف ان انا غلطان بس مش عارف لحد دلوقتي انا عملت كده ازاي. عموما انا طلبت منهم ان هم يحققوا معاها ويفصلوها، كل ده من تحت راسك. دي طلعت انسانه واطيه قوي يا ماما، تخيل ان هي اللي اتصلت بعداله عشان تيجي وتشوفنا واحنا مع بعض. طبعا واحده زي دي تقبل انها تعرف راجل على مراته تتوقع منها اي حاجه. المهم دلوقتي هتعمل ايه مع عداله؟ هعمل ايه بقى ماما؟ خلاص هنفذ لها رغبتها بقى. يا سلام بالسهوله دي؟ يا ماما عداله صعب ان هي تسامحني. طب ما تسيبني انا احاول معاها مره. صدقني يا ماما صعب، انا عارف عداله. الانسان لما بتجرح من حد بيحب الحب الكبير ده بتقلب لكره كبير. المهم في موضوع اخطر بكتير كنت عايز اكلمك فيه. خير؟ انا عرفت مين هو شريك نبويا التمساح. يعني ايه هتعمل اغنيه دويتو انت وفوتنا؟ يعني زي ما سمعتي كده فيها ايه؟ وكمان عاوزني انا اللي اكتبها لك؟ وايه المشكله ما تكتبيها لنا؟ لا يا حبيبي فيها كتير، فيها ان انت عارف اني ما بكتبش الكلام السوقي والشعب اللي بنت خالتك بتغنيه. يا سلام، ومين قال لك بقى ان احنا هنعمل اغنيه شعب؟ احنا هنعمل دويتو انا وهي كله حب وغرام يعني. غرام؟ وبتقولها في وشي كده عادي يا كريم؟ انت يا بنتي جرى مخك حاجه؟ هو فيها ايه يعني؟ هو عبد الحليم لما كان بيغني شاديه تعالي اقول لك كان بيحبها بجد؟ لا يا كريم، بس انت عارف ان فتنه كان عينيها عليك من زمان. اديكي قلتي كانت عينيها عليا، وانا دلوقتي راجل متجوز ومخلف، خلاص انتهى الموضوع، وما تعديش حدودك معايا اكتر من كده وتتدخلي في شغلي، فاهمه ولا لا؟ كريم فتنه من ساعه ما اتشهرت وانت هتتجنن عليها. يا دي فتنه، والله لا امشي واسيب لك البيت، وهروح بيتي القديم، وعلى الله كلميني. هو انا كل ما اكلمك تسيبني وتمشي؟ انت بقى ارحميني بقى، ايه العيشه دي؟ عجبتها.